داروها الرؤساء اللي تعاقبوا عليها الكريديات الغرق المشاكل كبيره الان. فنظره جديده في النادي القنيطري كنظن بانه مشروع اللي خدام عليه الرئيس والناس اللي معاه فهو مشروع مهم جدا، مشروع اللي يمكن الرؤيه الجديده، يمكن مشروع الى نجح في قنيطرة غيكون مثال يحتذى به. فريق الان هو خدام كيصايب في المركز ديالو، كيقاد في البروجي التجاري اللي غيقدر يدخل فلوس ديال بصح للفرقه، خداو ليموبل كيقادو باش يديروا فيه الامور اللي صايبوا واحد البروجي فيها مستوى عالي، تيرانات راه ما كيقادو فيهم بروجي اللي يمكن يدخل فلوس للقنيطرة، ما تبقاش كتسنى رئيس يعطيهم جوج ريال ولا يزيد جوج فلوس هذا ويبقى يقول لهم انا عطيتكم انا عطيوني وانا ديروا ليا. فكنظن الرؤيه الجديده حتى اللي دارها فوزي القجعو هذاك الشيء خويا بقى تسلفنا وتجي تبقى تقول لنا الدين وداك الشيء، خلي عليك هذا الشيء ما بقاش، هذا الشيء قديم. ولينا دابا بغينا الفرق تكون عندها مداخيل خصوصا في هذه الازمه اللي كاينه الان. فكنظن بان البروجي ديال القنيطره كيصيبوا بروجي واعر، بروجي اللي فيه بزاف ديال الامور اللي غتدخل لهم مبالغ كبيره، التيرانات اللي كيصايبوا فيها، وهادشي كله النادي القنيطري خدام عليه. كنضرب بانه هادشي اللي بغينا، رؤساء اللي يجيو يعطيو ان بلوس كره القدم. وي حنا محتاجين دابا الرؤساء اصحاب الشكاره غيجيب الفلوس باش يعاون ويقاد وداكشي، ولكن يجيب الفلوس ويعاون ولكن من بعد يدخل الفرقة. لأن فاش كنشوفوا بحال دابا الرماش صيف البروجي كيصيف التيرانات باغي يدير ملاعب للمدرسة وداكشي باش يزيد، لأن القنيطرة عاصمة ديال الغرب كاينة واحد الفئة كبيرة ديال لي جو اللي كيلعبوا الكرة وداكشي، غيدخلوا الفلوس للمدرسة تدخل الفلوس للفرقة. كاين كذلك التيرانات اللي يمكن يعطيوهم باش يكريوهم وداكشي يدخلوا لهم فلوس، كاين لي سال دو سبور اللي يمكن يصيبوهم كذلك. فبروجي في مستوى كبير يمكن يخلي قنيطره ما تبقاش ديك قنيطره اللي كنعرفوا ديال لا تسنى الجماعه لا حق العماله لا حق البلديه، هذاك الشيء ديال واخا غنعطيوكم 500 400 300 200 كيوليو في الاخر مسالينا ب 100 ولا ب 50. كنظن بانه هادو هما لي بروجي اللي بغينا في الفروق ديالنا، وخاصنا افكار جديده، رؤساء اللي يجيو يعطيو لو بلوس بالافكار، وافكار تحط على ارض الواقع باش تولي. حيت حنا دابا المشكله في قنيطره اللي عشناها هاد السنوات كان واحد الرباعه مجموعه ديال خمسه سته ديال الناس كيدوروا بيناتهم، زيد انت ولي رئيس هذا العام العام الجاي جي عاوتاني تاخذ الرئاسه انت عاوتاني وزيد زيد الله يحفظك، لا لا دوز انت، دايرين بيناتهم وهذاك الشيء اللي كيطلع كيدقدق الفرقه كيبقاو يدقدقوا فيها. قنيطره صاحبي قنيطره عرفتي شحال ويا في الدوزيام ديفيزيون النادي القنيطري تاريخ تاريخ صاحبي، فريق من احسن الفرق في المغرب، فريق اللي جماهير ديالو من احسن جماهير في المغرب، كتعشق تمشي تلعب في وتمنى تلعب في قنيطره بالجمهور ديالها وبالحيويه وداك الشيء اللي عندهم. مي بون دابا كنظن بان هذا عصر جديد وهذا وقت جديده، كنظن بان اللي بغى ينخرط في هذا المشروع ديال قنيطره مرحبا به، اللي ما بغاش ينخرط يعطي للفرقه اتساع ويبعد منها، خلي الناس تخدم اخويا شو اخويا عادل، هو هاد المشاريع هذه كما قلتي صحيح انها كيكونوا تيجيو مسيرين كيعطيو من مبالغ ماليه من عندهم من مالهم الخاص الواحد الفتره معينه، ولكن كتجي افكار خصني ندير نانفيستي ندير شي حلول في النادي واللي يدير مدخولات ديالو مداخل ديال الفريق. دونك ملي غتكون مداخل ديال الفريق ما نبقاش نعاني وما نبقاش دائما كنتسنى تجيني الاموال من هذه الجهه ولا الجهه، تكون اموال قاره. علاش؟ حتى خدينا المثال ديال النادي القنيطري، فهما كاين بزاف ديال الانديه في المغرب هذا الشيء اللي خاصهم يمشيو. شتي دابا النادي القنيطري بهذا البروجي ما كنظنش بان كاين شي فريق في المغرب داير هادشي اللي باغي يديرو قنيطره، ما كاينش، كلشي كيفكر في نهار الحد في الماتش. مازال هذا الرئيس هذا الرماش جا دار بروجي للفرقه، دار بروجي باش النادي القنيطري يدخل الفلوس، ما تسناش الرماش ولا كماش ولا فشفاش يعطيها الفلوس، تسنى حتى واحد بغى يدير فلوس ديال قنيطره ديال الفرقه، افكار باغيين يديروا دي كافي ديال الفرقه، باغيين يديروا تيرانات يدخلوا فيهم فلوس، باغيين يديروا لي صال يدخلوا فيهم فلوس، كيفكر باش قنيطره ما تبقى محتاجه لتا واحد. فاش كتجي تشوف كاينين بعض الناس اللي ما كيبغيوكش تنجح،
خصوصا قنيطره نجحات لا راه الرماش اللي ينجح اجي نهرسوا هذا الرم عندك تقول هذا الرماش باش فاش كتشوف حتى الطريقه ماتش ديال مع فرقه غاده مقاتله كدير نتائج وكذا وبربحات ومقاتله باش تصوفي نهار اللي يلعبوا مع خريبكا ناضوا اليوم عطي دوك خفافيش الظلام ناضوا فرقه باعوا الماتش وعطاوهم الماتش غير بغاو يديروا اليوم هذيك الهجمه ديال هذه مع ماشي يريبوا هذا البروجي كامل ومن بعد خريبكا هي الاولى ربحات كاع الفرق لا بريبار ديما خسرتها ماتش خسرات فرقه لعبه على الطيوح اللي بنت اللعابه ديال على قد الحال لا الماتش شتيوا من بعد نفس فين مشاو خرجوا ضاربوا ربحوا في الراك ضاربوا ربحوا في الخميسات مع الوافا عطاو الماتش عطاو الماتش خاسرين جاب الله ماركاو البيت وفينكم عادي تخففيش الظلام زوينه تخففيش الظلام كي يجي تخففيش الظلام لا مشيت بعيد لا لا حنا حنا لهم بالمرصاد ما تخافش كاع الخفافيش حنا معاهم كوميم اصاحبي سيرتو لا سيرتو كتشوف الناس اللي كتخدم هو الناس اللي كتخدم خاص صراحه ان هاد المسائل ما خاصش يبقاو هاد الانتقادات ديالها انا نخدم وجايب واحد المشاريع بالعكس انا نزيد نعاون هذا الرئيس علاش للمصلحه ديال النادي لان النادي القنيطري مدينه ديال القنيطره صاحبي مدينه كبيره هاد العشر سنين ولا اكثر وهي في الغراق في المشاكل الديون ديما لي ليتيج الغراق مع العلم ان كاين الفلوس دخلت الفلوس راه العام اللي فات ضرب واحد مليار و700 باش يلعبوا على الطيوحه صاحبي راه ما يمكنش راه امبوسيبل صاحبي راه كاين شي حوايج راه ما يمكنش راه فاش كتشوف حتى الفرقه كيفاش كتسير وكيفاش كتطوف مشكل الان فاش كنشوفوا رئيس اللي خدام باش يدير دي بروجي يدخلوا الفلوس انا بغيتها فرقه هنا في المغرب الى حيتي تطوان اللي ابرون دار لهم ماشي بروجي دار لهم كنز هذاك عندهم كنز هذاك دار لهم واحد البروجي اللي ها هما كيدخلوا فيه الفلوس ودخلوا فيه الفلوس ودوا به القاب هذاك الكنز داروا لهم وصايبوا لهم مقيوم بالملاير هاد العشرات المليار باش مقيوم خدا الارض ضارب باش ياخذ كان بغي ندير في هذوك الديور ديال 25 مليون بغي ندير في هذوك الديور وبروجي وداك الشيء حيد لهم بالمضاربه وبالمقاتله وبالشجب الدعم وصايب سونتر اللي خرجوا منه لاعبين ودخلوا منه الفلوس ودوا به الالقاب وها هما مازال كيديو ومازال كل مره كيبيعوا اللعابه ويخرجوا اللعابه يلعبوا بهم الا سنينا هذا البروجي اعطيني فرقه عندها بروجي فرقه وحده قولي شي فرقه عندها شي بروجي وباغا تخدم وباغا تدخل الفلوس وباغا دير شكون كاين شي واحد كيدير كيجي يدير بروجي الفرقه باش يخبش هو ويبقى بقى الفرقه تدخل فلوس والله تيري باب لا ما كاين ريب ما كاينش اللي كاينش مي الناس عندهم ان بروجي محترم كيفكروا باش يدخلوا اللي قنيطره تدخل ما تحتاج لتا واحد حيت دابا قنيطره شنو كان عندها المشكل كل عام كيقولوا لنا هذا العام غيمشي دومو انا باقي غيمشي دومو نعطيكم الفلوس دومو مشى ياك شتي شي فلوس شحال شي نسيت على دومو انا فوقاش كان في قنيطره غيمشي دومو انا نعطيكم الفلوس مشى دومو عطاهم فلوس سمعتي انا قنيطره ثلاث سنين واربع سنين كتلعب على الطوح للهوات جا الرئيس الاول الثاني الثالث الرابع واحد خمسه ولا سته مدورين بيناتهم تما كيفاصلوا فيها وكيقادوا فيها مي الان الفرقه هي صوفات انا كانت غادا في الغراق في الاول ها هما صوفاو بروجي ها هما خدامين فيه دابا كتدخل التيرانات كيتصايبوا الغازو كيتصايب عماره اللي خداو كيقادوا فيها وكيصايبوا فيها كاين شويه ديال الدعم واخا خص الناس ديال المسؤولين ودرتي معايا 500 وعطيني 500 ماشي 500 400 200 كان عرفتي داكشي ديال حتى العام الجاي ودابا قدي تنشوف ما كاينش قدي انا راه هاد الفرقه هادي راه ماشي ديالي دابا هاد الرماش علاش هاد الرماش عطى القنيطره الفلوس علاش مالو علاش عطاهم فلوس قنيطره المسؤولين راه خويا الفلوس ونقادلك بروجي ماشي تعطيني الفلوس ونخسرهم نجيب 20 لعاب وال20 لعاب ب 20 اجون ولي زاجون والفلوس هادو من بعد كندور كنلقى 30 اللي تيجف في الجامعه خاصك تسدد هذا هو هذه قنيطره قنيطره كيجي كتدخل واحد شويه من هنا وشويه من هنا اراك ليا اللي تيج كنسالي بالعام 30 اللي تيج ما يمكنش اصاحبي ما يمكنش كوميم ها هما دابا خلصوا لي ليتيج جابوا سبعه ولا ثمانيه ديال المستشارين بواحد المليار ونص على 4 اون كوميم الناس خدامه وباغيين يجيبوا لي بروجي والشركات وعاونوهم وقادوا معاهم باش ترجع القنيطره راه القنيطره راه ما ديال حتى واحد راه الرماش اليوم كاين غدا غيمشي بحالو راه اليوم انت كاين خدمت ولكن الواحد فاش كيمشي
كيقولوا راه الله يرحم ليه الوالدين هذاك السيد رجا خلال هذه الفرقه ولهاد المدينه اللي كترجع عليها بالنفع. كاينين دي بروجي في قنيطره ديال باش تعرف قنيطره من اكبر المدن في المغرب كثافه سكانيه عاصمه ديال الغرب غير هاد لي تيغان كيفاش فكروا انهم يديروا تيرانات باش الفرقه بعدا تلقى فين تريني وتا باش كتكري التيرانات عرفتي دابا الكره ديال التيرانات سي دو لارجون سي الفلوس علاش كاينين وحدين اخرين دايرين دي بروجي اخر وما ديروش قنيطره نادي القنيطير الناس خدامه بروجي خدام وماشي خدامين بالفم على ارض الواقع خدامين التيرانات كيتصايبوا اللي باغيين يديروا ليه صال نيفو عالي عاونوهم عاونوهم ولكن كاين شي وحدين كيخرجوا بالليل هادوك بالليل خفافيش ايوا المهم خيروا فيما اختاروا كنظن بان قنيطره زعما الا مشاو ولا خلاهم يخدموا الا ما عطاهمش اتساع ولكن كنظن بان الجمهور ديال قنيطره والالترا ديال قنيطره والناس في قنيطره عاقوا حيت كانوا شحال هادي غابقين عليهم الناس عرفتي كان في قنيطره دير شي حاجه يخرج لك 300 سيت و400 مشوش والمدوي عرفتي هادوك كيف الصباح 5 درهم كونيكسيون كيبدا عليك انه هو كان سير فحالك سير عطينا اتساع اللي ما قادش يعاون الفرقه بوالو عايسكت عطينا غير اتساع واسكت وخلي الفرقه تزيد لان حشومه قنيطره ما تكونش في بريمير ديفيزيون حشومه قنيطره ما تكونش فريق ديال الالقاب فريق ديال جمهور كبير مدينه كبيره تيرانها هما شو كي صايبوه مربط هو دو زيطاج وغادي داك الشيء كنظن المسؤولين ديال المدينه عرفوا بان هاد السيد جا باش يخدم ها هما دابا كي نايضين كيعاونوه كيوقفوا معاه يعطوه الامكانيات باش يخدم وكنظن بان قنيطره غادي تولي مثال يحتذى به في المغرب لان لي بروجي اللي باغيين يديروا والطريقه اللي باش كيفاش باغيين يخدموا هادشي اللي خصو يكون في الكره شركه عندها لي بروجي ديالها كتدخل الفلوس ما كتسناش الرماشي في الاخر شهر يجبد الفلوس ويعطي ما تعطيناش حتى واحد ما يعطي قنيطره سي نورمال واش نبقى نتسنى انا هذا يعطيني وهذا يعطيني دير لي لي بروجي باش ندخل الفلوس الناس شوف حتى الافكار دي كافي باغيين يديروا دي كافي ديال الكلوب نادي القنيطري يخرجوا يبقاو يمشيو للعابه الاسر ديالهم داكشي كيف عادي عندنا امثله غير في الدول ديالنا الدول المجاوره يا لو كلوب كنشوف لو كلوب النادي كنشوف النادي النادي الاهلي نادي الزمالك اسمه لو كلوب وحتى لي زابوني اللي كيكونوا عندك كيكونوا لي زابوني من الناس اللي كيحبوا النادي سي نورمال كيجي يخسر فلوس في الكلوب ولكن خصو يلقى كلوب ماشي يبقى البرد كيتسنى الفرقه في الاخر ديال في الاخر ديال السيمانه تربح تخسر ربحات كلشي زوين تخسر اجي نريبوها ارحال سير بحالك عطينا اتساع مي هاد الفكر اللي باغي نديرو ديال لو كلوب التونيات هذاك الشيء المارشندايزين كيف كيقولوا يبيعوا التونيات يجيبوا اللعابه انا مشيت بعيد اليوم مارشندايزين وداك الشيء الانجليز لعبه افريكان ولكن خفافيش الظلام هي اللي مشيت فيها بعيد كاين بزاف ديال خفافيش الظلام في خنيطره ولكن نحن لهم بالمرس كازا ما كاينينش لا هما اللي كي الله الله كاينه شي مدينه خصوصا الكره ما فيهاش خفافيش الظلام كيخرجوا من الليل الليل ها كيصدروا من وي خفافيش الظلام موجودين في الكره ولكن فاش كيشوفوا الناس دي بروجي اكيد والناس باغا تخدم عاونوهم عطيوهم فرصه خدوا شوف قنيطره كلشي خدا فيها فرصه اللي عنده مع الكره اللي ما عندوش اللي جا باغي يدير سميه اللي جا باغي يدير فلوس اللي جا باغي كلشي خدا فيها فرصه وما دار والو يعني دابا ماشي ما دار والو غرقوها الغراق الموبيل واش عرفتي قنيطره غرقوا واحد الغرقه لا تعرض على الله دابا الحمد لله صوفات هذا العام بكري قضاو الغراق ولكن سي بوان على 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 سي بوان على على اللي طايح على 29 سي بوان كون ميم سي بوان بالحساب عرفتي دوك لا باقا ما لا سي بوان جوج ماتشات بعد منا عطينا اتساع مي كون ميم فرقة صوفات غادا كتقاد في لي بروجي كنظن المسؤولين تما عاقوا الجمهور عاق الناس في المدينة عاقت بأن كاينة واحد المجموعة ديال السميات سيروا في حالكم عطيو الفرقة اتساع بعدوا منها خليو لي جون يخدموا خليو أفكار جديدة ما تعرف مع يجيب الله التيسير مع هاد الناس هادو ويخدموا ويرجعوا الفرقة فين كانت شوف استقرار الواحد فاش كيكون ناجح في حياته العملية حياته الشخصية فاش كيجي كيكونوا عنده افكار وكيلقى الدعم ديال المدينه وديال الناس كينجح لانه مولف على النجاح وانت فاشل في حياتك فاشل في العمل ديالك اش بغيتي سير عطينا اتساع بعد من قنيطره قنيطره دائما كانت ناجحه
الحاج المرحوم دومو كان ناجح في حياته ديالو ما يمكنش صافي صافي خليوا الناس ناجحين في حياتهم جاوا باش يعاونوا الفرقه عطيوا اتساع وتفرجوا الى فشلوا يديروا عطيهم واحد عنده واحد الموندا فيها 4 موندا ديال 4 وخليهم يخدموا على خاطرهم ويقادوا لينا ونشوفوا ديك الساعه نجحوا برافو عليكم نجحتوا خسرتوا ما غيخسروش كيف ما خسروها الاخرين ما غيغرقوهاش كيف ما غرقوا الاخرين غيخليو لك شي حاجه اللي تنفع ايوا الخير فيما اختاره الله خير نتمنوا نخليو الناس يخدموا باش يشوفوا دي بروجي وهذا وما كرهناش كاع الفراقي يبغيو يديروا بحال هذا البروجي ديال القنيطه بروجي قائم بذاته الناس باغيين يديروا بروجي باش يدخلوا الفلوس للفرقه ويجيروا الفرقه ديالهم مزيان ما يبقاو محتاجين لا العماله لا الولايه لا حق الدوره ما دازتش لا شهر جوج لا نعطيوها لك شهر ربعه لا وشوف مع العامل لا انتش من حزب لا شوف الحزب الاخر الله لا خديتيها تتصادق عينه من هذا الشيء ديال عينه والله الا عينه وحق الله.